مساء الخير، وين ما كنتوا برفقتنا بحييكن مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. فيها رح نعرف آخر أخبار الطلاب، خاصة من بعد ما ربحوا بالبرايم عطلة غير شكل بمنطقة الأرز. حضروا حالهم، غادروا الأكاديمية وانطلقوا. As the credits all roll down, crying, crying. No, we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses. بعد وضع الشنط بالسيارات، كل شيء صار حاضر للانطلاق نحو الأرز. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold the show. It can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 وبعد مشوار طويل وصلوا الطلاب على الفندق واكتشفوا غرفهم. أما الغداء فكان على الموعد. بعد الغداء قرروا يتحدوا أنفسهم ويظهروا من الفندق، ولكن ما كتير قدروا يتحملوا. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? أحسن طريقة للتدفئة هي شوية بطاطا حد الموقدة. بعد البطاطا شوية أغاني بلعبة سوق عكاظ بين الطلاب قبل النوم أضافت جو حلو على الجلسة. Yeah.
الأخبار والفيديوهات والصور بتتابعوها ب www.starcaribia.com. خلونا نتوقف مشاهدينا مع أول بريك ومنرجع بعده لأخبارنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي مع زيارة الطلاب لمنطقة الأرز والأجواء الحلوة يلي رافقت رحلتهم. ثلج وبرد، والتحدي الأكبر اليوم هو خروج الطلاب ومواجهة الثلج، ولكن قبل بيض ولبنة وشاي وجبنة كانوا على الموعد مع الطلاب لأطيب ترويقة. They keep asking where we go next. Oh, we're chasing as the sun sets. Put my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. طلع مروان ارجع. واضح أنه في خوف من البرد والثلج، ولكن المشهد الأبيض مغري جدا وما قدروا الطلاب يقاوموا. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. Get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. To those shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life. Remember, my father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me.
بعد اللعب صار وقت الرحيل، ولكن منطقة الأرز معروفة بهالاسم بسبب غابة شجر الأرز، وحتى لو غامرتها الثلوج زار الطلاب الغابة حتى لو من بعيد. I've been spending enough time, couple women by my side. I got sinning on my mind, sipping on red wine. أما نسيم اللي دايما بحب يدوق كل شيء قرر يدوق التلج. يومين بعاد عن الأكاديمية وصار وقت العودة للدروس والتمارين. انطلقوا الطلاب من منطقة الأرز وحاملين معهم ذكريات حلوة ما بتنتسى. ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وكمان انستغرام. تاني بريك بحلقة الليلة ومنتابع من بعده. عودة لمتابعة أخبار الطلاب، وما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة مدفوعة التكاليف لبيروت لمتابعة البرايم مباشرة وتكونوا حد الطلاب. ادخلوا على www.cbc-eg.com. أما هلأ فخلونا نشوف كيف الطلاب قدموا امتحاناتهم. نحن لكينا عم نعمل إيفال إنه أنتم بكونسرت أنتم مخترعين موضوعه وبدك تغني غنية بهالكونسرت وتخبرنا شو موضوع الكونسرت. مزبوط. أوكي؟ مزبوط. تفضل ما تأخذني. ولو مساء الخير، بدي حيي كل الموجودين هون. سوري على التأخير لأنه اتصدمت أنا والجمهور وصار في تبويس ومعانقات ومش عارف من وين صار ينزل القبولات علي. يعني بدي أشكر وزارة الثقافة التونسية على استقبالي بهالمهرجان الكبير السنوي كارتاج، وبدي أشكر منظمة الحفل. يهون الليل وسهر الليل وأحزاني يا لله، لو شفتك لو بست خدودك لو مرة يا لله. اللي بدي أقوله يا مروان إنه بعد بده يتعلم يخلي البوزيشن عالية بالنوتات العاليين، يخلي البوزيشن تبع الصوت بالماسك بلا ما يشد، وما بقى لازم يستعمل كتفاته وهو عم يتنفس وهو عم بغني، لأنه هيدا الشيء بتعب له نفسه وما بيساعده بالسبورت. ما فهمنا شو موضوع الكونسير؟ يعني هو جاي يغني بمهرجان كارتاج. طب أوكي مهرجان، هيدا دونك هيدا حطه بإطار مهرجان، يعني ما خلق له موضوع، مع أنه بالإيفال المطلوب أنه يكون في موضوع خاص هو عم بغني من مشانه. بعدين عم بحيي الشعب التونسي اللي أخذ بري نوبل للسلام. في كمان شيء مش ضابط يعني إجمالا بالنسبة للبري نوبل. مساء الخير بحضراتكم، والنهاردة في أولى حفلات دار الأوبرا المصرية الموسيقى العربية، أحب أقدم لكم أحلى مغنى الموسيقار محمد عبد الوهاب. قلبي اللي انت نسيه وانت قولي عملك ايه، قلبي اللي انت نسيه وانت وانت الغالي علي غالي علي. أصعب شيء أول سنة بالفوكاليز. ليه؟ لأنه واحد بيفكر أنه كمشى للبوزيسيون، بعد شوي بيقشط بالجورة. مثلا مثل اليوم غنى صوته حلو كتير، هيدا ما في شك،
بس لما بده يبلش يرجع على النوتات العالية وصل وقت كان يغني كتير منيح بس يطلع، هلأ عم يرجع بس يفتح تمه بده يلفظ القاع عم يلفظها لورا، مش هيك عم بيجي لسون نزال. حب أنه بشوف بصوت محمد النضج اللي بشوفه بشخصيته، يعني بحسه هذا الصوت الناضج اللي بيفهم المزوق اللي بيعرف شو يعمل وكيف يعرب. واليوم حبيت أنه كيف غير بالنيوانس، حسيته حتى بمحلات كأنه عم بفرجينا قصد أنه هو عنده باور بيقدر يقوي صوته. مساء الخير، بس نحن بانتظار حنان نجمة حنان. مساء الخير شباب، يعطيكم العافية. شو بك كل شتت عليك الدنيا؟ كيف بتغني؟ ليك انا حلوه؟ ايه عن جد؟ حنان في حالها. يلا نحن عيد الحب وهيك على اساس احلى كابل. تفضل شباب. كرمالك بمشي على الجمر، مريني بعينيك امر. كرمالك بمشي على الجمر، لو كانت دربي بعيدي بعيدي وحياتك وبلغيك المواعيدي مواعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي. الفكره مهضومه انه هن بقيوا سوا وانه هن عم يعملوا ديو، بس مش مسموح بقى هالعجقه. يعني صار لنا من اول ما فتنا بنقول له لرافائيل انت بتجنن وشخصيتك بتجنن وكلك بتجنن، ما بقى تعجق هيك لانه عم تطلع براسك. بالاجمال غنى حلو، ولكن في كتير مطارح وقت كان عم بيعرب خصوصا باول بارت في نوتات فلتوا منه، يعني ما كانوا ثابتين، ما كان في دقه بالنوتات. في محلات زاد شرقي بالعرب على المغنى كانوا حلوين، ولكن مش دايما كان عم يرجع يقدر يرسي على النوت مزبوط. حنان كمان عندها تامبر كتير مميز، تامبر يعني قماشة الصوت أو طابع الصوت كتير حلوة كتير نظيفة، يعني بتريح السامع، صوتها بيدخل بشكل كتير انسيابي على الدينة. ولكن مشكلتها حنان إنه مرة بيكون كتير حلو اللي عم تعمله، مرة بيكون أقل، وهيدا نتيجة التركيز. بأول غنية كانت عم تتغنج بس نسيت كيف بدها تمسك صوتها. هيدي شغلة مهمة كتير، انه الواحد لو عم يتغنج لو عم يبكي لو عم يضحك بده على طول ماسك تمه. انا فرحان برشا اليوم اني موجود معكم، موجود بين الجالية العربية بفرنسا اليوم بهذه المناسبة، مناسبة رأس السنة. حبيت نتمنى للأمة العربية والجالية العربية بفرنسا عام سعيد. أخبي روحي فين؟ أهرب أروح لمين؟ دي عيونها زي القدر. يعني أنا بدي أعتبر إنه ما مرق، بدي أعتبرها ما زبطت، لأنه بتصير هيدا فن، وأوقات أكبر الفنانين بيمرقوا بشغلة هيك بقدموا شغلة ما بتزبط معهم. أنا ما في شيء انتقده لأنه ما زبطت معه. شعوري كأنه نسيم بعده عم بيفكر شو بده يغني، يعني كأنه ضايع مش عارف حاله شو بده يغني. هيدا الشيء بفهمه، لأنه وقتها منقول لشخص بيغني وبيغني منيح بدك تغني لنا من كل يلي بتعرفه، من كل أنت الإمكانيات اللي بتحسها موجودة فيك، شغلة واحدة تبين كل هالشيء. بفوت الشخص بضياع أنه شو معقول أعمل شيء يبين كل شيء أنا بعرفه. آخر بريك بحلقة الليلة، وبعده منعرف مين هن الطلاب يلي بدائرة الخطر لهالأسبوع. القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع درة يلي رح تفاجئ الطلاب مثل عادتها وتعلن الاسمين يلي رح يكونوا بدائرة الخطر. بريعة يا بيه، والله بريعة يا بيه، شو هالعنة اللي حلقتي فيها؟ قلبي ما بيحمد. والله تستاهلي يا درة. مش أنا، صدقني أنا ما عملت شيء،
الدرة تتبهدل بعد هالعز كله، درة بإيدي الكلبسة، ليش يا ربي ليش؟ إذا مش أنت، لكن مين؟ مين يلي قام بالجريمة؟ يا ريت بعرف، فكرك لو بعرف ما كنت خبرتك. أنا لو عندي معلومة صغيرة كنت بسرعة قلت لك إياها. أنا مع الحكومة، أنا مع القانون. طيب إذا مش أنت، بمين بتشكي من الطلاب؟ والله يا حضرة الملازم بشك فيهم كلهم 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 مجرمين، كلهم ممكن يكونوا قاموا بالجريمة. خليني خبرك، هيدا مروان أكثر من مرة شفته حامل سلاح بالبرامو وعم بيغني للسوار، هو ونسيم. ما بعرف إذا كانوا عم بيحضروا لشيء انقلابي. أنا شفتهم ما بيتأمل. ومرة كمان رفيان حمل معهم سلاح، خصوصا رفيان عيناه بتحكي بيضمر شر. كل مرة بقول له شو عامل ولك شو عامل وهو بينكر. ايه وشو بعد؟ يلا طلع يلي بقلبي. ولك اخ يا ابني دخيلك، انا ما محلول. مين ضربك او دق فيكي؟ حلقني حلقني انت. ما ضربتني بس عم تضغط علي نفسيا، عم توجع لي نفسيتي. بل حركاتك حافظينا، شو بعد بتعرفي يا دره؟ حرقني الحر، ما حقدر احتسب. يلا كمان اللي بعرفه انه حنان بتضل تعمل مشاكل بالاكاديميه، يعني عندها ثوابت ما بشيلها من دبتي. ممكن تكون هي اللي ارتكبت الجريمه او لا. لا انا رح اقول لك مين، ممكن تكون دينا. ليش دينا؟ ولك شو بك رح تطلع لي كتفي؟ روح علي. لان دينا اخر فتره تغيرت، ما عادت مثل قبل، طول الوقت ساكته كانها مخبيه شيء او عارفه شيء خطير او ما بتقدر تحكي، طول الوقت عم تفكر. بس يلي قاموا بالجريمة اثنين مش واحد، وانت وواحد منهم. لا يا بي، انا بريئة، انا بريئة، انا مع الحكومة، انا بس بخوفهم ما بيطلع من امري شيء. صدقني انا مرة مسكينة درويشة عايشة كل يوم بيومه، حتى اسأل الجيران ولا حدا بيشتكي مني. انا رح اقول لك اذا اثنين، انا بقول هايدي هي الراس المخطط واللي نفذ الجريمة، محمد عباس. ما بعرف هيك حاسه، عندي شعور داخلي بقول انه هايدي ومحمد عباس هن اللي قاموا بالجريمة. شو الدليل اللي عندك؟ يا عمي انت منظرك مش عجبني. أنا سمعت هايدي بالبرام عم تحكي مع واحد كريم شفرة وتقول له كيفك أنت ملا أنت، وقال عم بيقولوا صار عندك أولاد، وكانت عم تتفق معه وتقول له هايدي أمي بتعتل همي. من شو بدها تعتل همها لو ما عامل شيء؟ حتى ما حدا يشك فيها خلت محمد ينفذ الجريمة. هيدا اللز بعرفه يا بيه، والله بعرفه. راحت عليك يا درة، وين كنتي وين صرتي؟ الله لا يسامح اللي جرجرني على التحقيق. ما أنا عطيني. طيب لكن رح أعطيك اسمين تمشي حالك فيهم لكن تتوضحي الرؤية. عم لعبك أنا؟ لا لا حضرة الملازم، أكدو مجوز حضرتك، عينيك حلوين. طيب طيب اوكي اوكي، معقول المشتبه فيهم اللي ورطوني رفيان وحنان او مروان ودينا؟ والله ما بعرف ضايعه، انا بشك فيهم كلهم واحد واحد. بس عندي سؤال نسيت اسالك، شو هي الجريمه؟ شو اللي صار؟ جريمة فنية، اثنين من الطلاب ارتكبوا جريمة، ما كانوا قد المستوى هالأسبوع. اه
ايه اما تقول هيك من الاول يا حضرت المحيي الك عين تشك بدره يا حيف انت كنت سؤال بلا ضرب انا بعرفهم بعرفهم منيح ورح اقول لك الاسماء جاهزين يا حلوين تعرفوا مين المجرم الاول كن منصفا يا سيدي القاضي انه مين الاول دينا صالح هلا هو درة راضي لما صار الامر معلق بايدين القاضي سوري تو ليت انه من التاني رافائيل صدقت أنا مريمة يلا فكي أنا درة ما بستاهل اللي صار معي سكوت أنا بريئة يا بيه والله بريئة أنا ما عملتش حاجة أنا بريئة هين عن أبو هالعلقة ولك حظ موفق للطلاب الاثنين وخلينا نشوف سوا لمين سوتوا الأساتذة من بعد تقييم مرور الطلاب بالإيفال وبالبرايم نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن رافائيل ودينا نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن رافائيل هايدي نومينيه بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع دينا نسيم نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن رافائيل وحنان نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن رافائيل ودينا صوتوا للطلاب وساعدوهم ليبقوا بالأكاديمية حلقتنا الليلة انتهت مشاهدينا شكرا للمتابعة بشوفكم بكرة بنفس الوقت باي باي يا ليلي 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 يا ليلي